الحقيقة هو بالسلك شفاف ده، ده اسطوانة زجاجية رفيعة جدا قابلة للتاني، وبالمفروض بيمشي فيها البيانات بقى، اللي بيمشي فيها البيانات اللي هي ايه، البيانات هنا بتمشي في فايبر اوبتيك لايت ويف، يعني بيانات ضوئية، وتكاد تكون تمشي بسرعة قريبة من سرعة الضوء، وهو ده اللي بيخلي شبكة الانترنت تبقى شبكة متزامنة، مفيش أي مشاكل في التوقيتات، مفيش حاجة اسمها أنا في أمريكا بكتب كلمة على النت تطلع لك أنت بعد دقيقتين علشان الوقت أو الكلام ده أو علشان المسافة. هي دي فكرة إن البيانات بتجيلي بسرعة قريبة من سرعة الضوء أو اللايت ويف. الحقيقة موضوع الكيبلز لسه ما خلصش، أنا عندي مجموعة من التوبكس اللي عايز أتكلم فيها، بحيث لما خلصنا الفيديوز وان شاء الله هحاول النهاردة بالليل اعمل لكم الفيديو الخاص بالديفايس الديفايسز نتورك ديفايسز، بحيث لما خلصنا مديول 1 خالص بتاع النتورك بلس. انا هنا الحقيقة بأكد على حاجة معينة في التويستد بير، يعني دلوقتي كل كلامنا هيبقى على التويستد بير، اتفقنا التويستد بير فيه 8 اسلاك. هنا بقول لك خد بالك من حاجه، في عندك نموذجين للتويستد بير، في النموذج اللي هو 5 6 8 بي اللي هو اللي هنا ده، تمام. انا معلش شغال، انا معمل لكم اللابتوب لان السماعات عندي فيها حاجه مشكله في البي سي عندي، فشغال على اللابتوب ومش لاقي ماوس الحقيقه جنبي، ف مش قادر اشاور لكم بقلم يعني. هنلاقي هنا الرقم مختلف شويه، هنلاقي 5 6 8 اهي. طيب خد بالك منهم الاثنين دول، الكابلات هنا ما اختلفتش، يعني الكابل التوستد بير انا ممكن اجيبه اعمله بالشكل اللي على الشمال ده او اجيبه اعمله على الشكل على اليمين ده، مفيش اي مشاكل. هي طب الفكره في ايه؟ الفكره ان احنا احيانا بنيجي نجيب الكابل ندخله في حاجه اسمها باتش بانل، ندخله في حاجه ديفايس كده بيجمع الكابلات، وعلشان العمليه بتاعت الكابلات ما تبقاش متنطوره، فبيبقى فيه كده زي ايه، زي مكان في او ديفايس، يعني بيبقى فيه مكان ادخل فيه الكابلات بحيث يبقى هو الباتش بانل بتاعتي، الكابلات بتاعتي ايه تبقى متنظمه من خلال الباتش بانل. في نوعين، في نوع بيشتغل بالتي 5 6 8 بي، وفي نوع تاني بيشتغل بالتي 5 6 8 اي. من هنا جت فكره انا لو انا شغال بالباتش بانل دي يبقى لازم ابص على ترتيب الالوان، ولو بشغال بالباتش بانل دي يبقى لازم اشتغل على ترتيب الالوان. وهنا بتصادفنا حاجه غريبه جدا اللي هي اسمعوا معايا كده، لو انا هشتغل على اليمين كده على التي 5 6 8 ايه، هقول لك ان الكابل الوايت والوايت جرين والجرين دول بيستخدموا في ارسال بيانات، يعني هو هنا لاحظوا تحت هنا في الرسمه عشان انتوا تبقوا واضحه معاكم الرسمه، هنا بيقول لك ايه ترانسميشن وحطيتهم هنا وايت جرين 6 وات ايفر هو عاملها ايه تحت. المهم في الموديل او النموذج اللي عندي على اليمين دوت، هنقول الكابل الجرين والكابل الوايت جرين دول بيستخدموا في الترانسميت، والكابل الوايت اورنج والاورنج بيستخدموا في الريسيفنج البيانات. وعندي اربع كابلات تانية اللي هي البلو والوايت بلو البراون والوايت براون، دول unused غير مستخدمين. اوكي طيب نيجي نبص على الطريقة التانية اللي على الشمال او الموديل التاني اللي على الشمال. في الموديل التاني اللي على الشمال هنكتشف ان اللي بيعملوا ترانسميت هما الوايت اورنج والاورنج، دول اللي ممكن يعملوا ترانسميت. عايز هنا ترانسميشن عندي شغال على مين؟ ادي واحد واثنين اهو، ادي واحد واثنين اهو، وقصده هنا ادي بالنهايه رقم واحد وادي بالنهايه رقم اثنين من ايه؟ من الار جي. لو حاطط برتقالي وابيض برتقالي بالترتيب دوت، دول اللي هيستخدموه في الترانسميت. طيب
وفي الريسيفنج في عندي الوايت جرين والجري، دول اللي بيستخدموا في الريسيفنج. طب والبلو وال البلو والبراون لا غير مستخدمين خالص. دي الترتيبة بتاعت الكابلات. في ترتيبة تانية مهمة جدا الحقيقة، قبل ما اقولها لكم كده، انا كنت في هنا حاجة تقريبا، انا هنا بس افتكرتها دلوقتي. انا هنا كنت بقول لكم بتاع التليفون، بتاع التلفزيون، بتاع التلفزيون بيبقى 95 يا جماعة، يعني بتاع التلفزيون ده التي في بيبقى 95 اللي هو الكابل بتاعه في الكوكسي. معلش خدت بالي منها دلوقتي، فايه عشان ما انساهاش ارجع ايه الموضوع بتاعنا. طيب نرجع لموضوعنا. الحاجة التانية اللي عايز اكلمكم فيها بالنسبة للتويستد بير حاجة مهمة جدا، ألا وهي ان هو مصنف لكاتيجوريز، مصنف لتصنيفات. التصنيف اللي احنا بنشتغل عليه في التويستد بير بنسميه تصنيف خمسة او كاتيجوري خمسة. في عدة تصنيفات. في كاتيجوري واحد، كاتيجوري واحد ده بينقل البيانات بسرعة 1 ميجا، وبيستخدم لنقل الفويس، يعني زي شغل التليفون، شغل خط التليفون. اما يعني خط التليفون نقدر نقول عليه كاتيجوري 1. اما الكاتيجوري 2 فبينقل بيانات بسرعه 4، وبيشتغل كان على التوكن رينج زمان، على التوبولوجي اللي هي التوكن رينج. في الكاتيجوري 3 كان بينقل 16 ميجا بسرعه، وكان بيستخدم مع ال10 بيس تي ايثرنت، مع شبكات التويستد بير اللي كانت شغاله 10 ميجا بس. بعد كده جالي الكاتيجوري 4. كاتيجوري 4 كان راح اشتغل مع التوكن رينج، بس كان بيشتغل بسرعه 16 ميجا مع التوكن رينج، فاستخدمه كاتيجوري 4 اللي هو ان جنرال بينقل بتوتال 20 ميجا في الثانيه. ثم اشتغلنا على كاتيجوري 5 اللي هو دلوقتي شغال معانا في الشبكات عندنا. كاتيجوري 5 بينقل بيانات بسرعه 110 بي اس تي عادي جدا، بينقل بسرعة 10 بيس 1000 بيس تي، يعني بينقل بسرعة 1000 ميجا. وخدوا بالكم من معلومة مهمة جدا هقولها لكم بعد ما اخلص بس الكاتيجوريز. طبعا بعد كده في كاتيجوري 5 اي، دي برضو 10 بيس تي، بتنقل بسرعة 1000 يعني 1000 ميجا بير سكند. وفي كاتيجوري 6 و6 اي، ودول واحد من 6 ايه